طيب خلية نحل ممكن تجربوها. صمت لو سمحتوا، نسمع البكبكة منين؟ لا لا هيك القواعد كتير. الأساسية لنور، شو بتقول؟ بس يكون عنا عجين يعني بنفعل الخميرة أول شيء لنضمن إنه الخميرة اللي عنا شغالة. سكر، هيدي معلقة الخميرة، 5 دقايق ببين إذا الخميرة شغالة أو لا. الكب 3 أكواب من الطحين ومن نخله، معلقتين كمان من السكر، وبما انه استعملنا مي مش حليب سائل فحنستعمل حليب بودرة، ربع معلقة صغيرة كربونات الصودا. تفاعلت الخميرة عنا، على المضمونة بنعرف انه العجينة ناجحة، وبنزيد المي شوي شوي لنوصل لعجينة هيك بتدبق شوي. بقلكم شو نعمل، لا لا العجين وكفوف يا زبدة يا زيت، نعمل عجينة كل شيء 10 دقايق عجن بإيديكم. لو بتحبوا تعزموا نشتري عجينة ما نحطش ساعة لتخمر عنا. احشي بالجبنة وبالشوكولا، غطيهم وارجع خليهم شي نص ساعة لتلات ارباع ساعة يخمروا. بيضة مع شوية فانيلا والى الفرن، وبس يطلعوا من الفرن بدهنهم زبدة كمان بنغطيهم. ما شاء الله الوان بالذهبية بتسطل، ريحتها بتشهق. ليكو الجمال، ليكو في افخم من هيك؟ قطن قطن قطن.